السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي. عندي كتاب النشاط صفحة 62 Unit 5 Lesson 4. Look at the zoo. انظر إلى حديقة الحيوانات. Can you find these animals? ماتش. قل لك هنا هل تستطيع أن تجد الحيوانات؟ ووصل. هنا عندنا جرافة، يعني الزرافة، جراز الزرافة وينها؟ رقم 3 هذه الزرافة. elephants الفيلة رقم 2. كروكيدال التمساح رقم 5 هي التمساح. مونكي القرد رقم 4. وتايجرز النمور رقم 1. وباروتس رقم 6 اللي هو الببغاء. Look at the timetable. Answer the question. يقول لك انظر إلى الحيوانات واسأل وجاوب على الأسئلة. The zoo timetable يقول لك حديقة الحيوانات arrive at 20:45. يقول لك ايش وقت وصلوا للحديقة؟ بثنتين وخمسة واربعين دقيقة. tea at 4 o'clock يعني شربوا هذا الشاي بالاربعة. ضبط. باص ليفز ات غادروا الباص بالخمسة ونص. activities هنا 1st see the elephant see the elephant الأول شنو رأى الفيلة وبالوحدة، وهنا 2 رأوا التمساح see the crocodile، و 3 see the monkey رأوا القرد والقردة، و 4 the own choose the own choose يعني اختر هذا choose يعني اختر نشاطك النشاط. هنا عندنا what the first activity ما هو النشاط الأول. she the elephants نشاط الأول elephants. what are you going to do at 4 o'clock have tea. الثانية يقول لك بيش أين ذهبوا الساعة بالأربعة. ضبط هافتي غادروا. هنا what animals do you like best ما هو حيوانك المفضل. I like parrots best حيواني المفضل هو الببغاء. What time does the bus leave؟ شو وقت غادروا الباص بالخمسة ونص. 5:30.